معاكم جميعا. ألف 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 مبروك للشباب الأبطال وحوش، رفعتوا رأسنا، دائما رافعين رأسنا ودائما يعني إنجازات بنفتخر فيها. الله يعطيكم ألف عافية أبطال، رفعتوا رأسنا. طبعا الله يعطيك الف عافيه كوتش عبد الله بشباف، دائما ما بتكسر معك. الله يعطيك الف عافيه. وبنحب نشكر كمان باسم الهيئه الاداريه بنادي الجيل وجميع من وقف معنا اليوم وساعدنا انه نستقبل هذول الابطال، نفتخر فيهم. اللجنه الشبابيه في الجمعية الخيرية الشركسية. أتيكا بايكرز. أتيكا بايكرز كمان الله يعطيكم ألف عافية. في درع من أتيكا بايكرز لفريق نادي جيل للجوجيتسو الأبطال تبعينا. شباب الـ 4x4 الدفع الرباعي. أكيد طبعاً أهالي الأبطال اللي دائماً بدعموهم وبدعموا الناس اللي يسمعوا. شكر طبعاً برضو لشركة ألمنيوم البتراء اللي دائماً تدعم فريق جوجيتسو تبع نادي الجيل الرياضي في نادي الجيل. وطبعاً قناتنا الشركسية قناة النارت اللي دائماً موجودة معنا، الله يعطيكم العافية. موجود معنا اليوم باستقبال الأبطال، الله يعطيكم جميعا ألف عافية، مرة ثانية ألف مبروك شباب. يسعد مساكم جميعا، وأنا يعني فخور وبتابع أخبار الشباب على الفيسبوك، وامبارح كنت سعيد جدا لما الحاج هاني حكى معي وقال لي إنه الشباب جايين. وبنحب تكون معنا ابو كريم، واحنا الحاج هاني يعني بامرنا بالمحبه وبالاخوه، كنادي اهلي دائما بدنا نتعاون مع نادي الجيل. اللي بحب احكي بهذا الصدد بالنسبه للشباب وهذه اللعبه الفرديه، في يعني كلام جميل للملاكم محمد علي المشهور اللي يعني كان صاحب عزيمه واصرار وصار بطل اولمبي وهو يعني في عمر 18، بقول تحقيق البطولات لا يتم بسهولة، ولكنه لا يتم بوجود دافع داخلي عند اللاعب نفسه إذا ما بده يصير بطل. الآن بيجي عليه التصميم، وبيجي عليه إنه في إدارة تدعمه، في مدربين بحسبوا من قدراته. أنا بحب إنه أهني نادي الجيل بهذه الكوكبة، أقول للشباب مبروك، أقول لنادي الجيل مبروك بتعيينكم مدربين ناجحين اقوياء بيطلعوا هيك الشباب بيربحوا بطولات، وان شاء الله يستمروا شبابنا يكونوا ابطال رياضيين في كل الالعاب، لانه احنا بنرفع راسنا بعض، وان شاء الله نضل في هذه الاجتماعات الحلوه نمثل الانسان البطل القوي صاحب اخلاق الفرسان اللي هم الشراكسي يعكسوا الصوره الجميله في المجتمع. باسم اعضاء الهيئه الاداريه بالجمعيه الخيريه الشركسيه، اولا بدنا نحكي للاهالي الحمد لله على سلامه اولادكم كلياتهم، الحمد لله على سلامتهم، رفعوا راسنا لانه فعلا هم ابطال، وفعلا يعني خلوا اسم الاردن عالي، خلوا اسم المجتمع الشركسي عالي، وهذا شيء مش غريب على مجتمعنا، مش غريب على شبابنا، وان شاء الله يكون لهم كل الدعم من كل الجهات اللي موجوده في المجتمع. كلياتنا ندعمهم لانه هذول باعتبار بدايه ابطال، وان شاء الله نحافظ على هاي الابطال وما نتركهم بالمستقبل. والف مبروك لكم، وان شاء الله بتستاهلوا كمان اكثر من هيك.